السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد اللي ما شاء الله وصفة سهلة خفيفة ظريفة وكتجي زوينة. كيسميوها سلطة الشتاء. انا نقول لكم المقادير كما كتشوفوا معايا او المكونات، حيت شلاضة ما نقدرش نقول لكم مثلا شحال كل حاجة، المهم على حساب العائلة وصافي. انا حطيت هنا تفاحة، نقدر نزيد واحدة اخرى كبيرة بزاف باش نقطعها باش تكحل. المهم تفاح، عندنا المندارين، عندنا هذا البلوبيري او التوت الازرق، عندنا هنا العنب. العنب انا درت هذا اللون هذا احمر، وعندي الكيوي هذا كيوي صفر والكيوي الاخضر. بالنسبه للصوص او شنو غادي باش غادي نصايبو هذا العصير ديال الليمون، وغادي نحتاجو القرفه. صافي هذا الشيء اللي عندنا. كما كتشوفوا قطعت هادو، قطعت العنب وقطعت هادو الكيوي، وخليت هذا هكا. بغيتو تخليوه بغيتو تقطعوه، شي مره كنقطعو شي مره كنخليه هكا، كيعجبني منين كيخرج الماء ديالو. صافي هذا خليته هكا حيت هو اصلا صغير، وهذه غنقطعها حتى هي طروفها صغار ونرجع معكم ان شاء الله. كما كتشوفوا قطعت التفاح، غادي نجيب دابا شي بول ولا شي حاجه باش غادي نخلط. صافي غادي نعصروا عليهم الليمون، وغادي نديروا قياسنا ديال القرفه على حسب كل واحد شحال هي يدير. صافي نخلطهم، هذه هي السلطه ان شاء الله. صافي دابا غادي نخلط. كاين اللي غيبغي يزيد يحلي، كاين اللي غيبغي الحلاوه ديال الحلاوه من غير الحلاوه ديال الفاكهه زعما اللي طبيعيه، ممكن تزيدوا العسل، مي زعما ما تحتاجوش. صافي هذه هي السلطه، كنتمنىكم ان شاء الله تجربوها. راه المذاقات تاعتو كيتخلطوا، انا شفتوني اش كندير للمندارين، كيتلقى حتى الماء ديالو. شي مرات كنقطعو كيجي احسن حتى هو فاش كتقطعي كيخرج حتى الماء ديالو. صافي هذه هي السلطه ان شاء الله. جربوها حتى شي مره هكا، قطعوا فيها النعناع، اييه قطعوا فيها النعناع وذوقوها وشوفوا المذاق كي داير، رائع. انا هذه درتها لكم الوصفه الاصليه، يعني ما بغيتش ما كل واحد كيتكون الوصفه وكيزيد فيها ينقص، المهم على حسب كل واحد. صافي هذه هي الوصفه ديال اليوم ان شاء الله، كنتمنى تعجبكم وتجربوها وتقولوا لي كيفاش جاتكم. كنقول لكم شكرا على المتابعه، دمتم في امان الله، السلام عليكم.